The electric field has been applied on the surface of a box 15 cm long, 10 cm high, 5 cm deep. Calculate the electric flux crossing the bottom surface اللي هو اللي تحت. في electric field داخل ومتجه الاريا طالع، فالزاوية بينهم 180 درجة، نفس الشيء هنا، أما هنا 90 درجة، كلهم نفس الشيء. فنقول الاي بوتوم هيساوي الاي في الاي كوساين ثيتا، الاي بألف، الاريا 0.05 في 0.15، والزاوية 180 درجة. هنا صفرين، صفرين أربعة، يعني 5 × 15 في 0.1 يطلع 7.5 بالماينس نيوتن متر تربيع بير كولوم أو فولت دوت متر. ليه؟ لأن ده بماينس 1، فالماينس ظهرت هنا. Calculate the electric flux crossing the top surface. الإي توب هيساوي اي اي كوساين تيتا، لا يفرق هنا ان بقت 1700 والاريا نفس الشيء، وهنا 180 درجة لان برضو الاي داخلة والاي طالعة، فبينهم 180 درجة، تطلع 12.75 فولت دوت متر. All remaining surfaces are affected by an electric field of magnitude 600 فولت بير متر. لما يضربها في متر تربيع تبقى فولت دوت متر. Calculate the electric flux crossing these surfaces. عايز الفاي على الليفت سايد أو الليفت سيرفيس، والفاي على الرايت، والفاي على الفرنت، والفاي على الباك، كل دول بيساوي صفر. ليه؟ لأن كوساين التسعين بتساوي صفر، الزاوية 90 درجة، نفس الشيء هنا 90، نفس الشيء هنا، ونفس الشيء ورا. إذا الفاي نت يساوي زائد 7.5 ماينس 7.5 وماينس 12.75 يساوي ماينس 20.25 فولت دوت متر. Calculate the net charge inside the closed box. احنا عارفين ان الفاي بتساوي الكيو انكلوزد في اي سيرفس على الابسلون نوت، ده مجهول، ماينس 20.25 8.85 × 10^12، فهضرب ده إذن ال Q enclosed minus 1.79 × 10^10 كولوم.